Thank you.
هذه اول امتحان. لا تعرف القراءة الكتابة كل شيء ما شاء الله. الله رياضيات. أنت تروح مدرسة جمعية مكة؟ والله. ما شاء الله. ماذا تريد أن تصبح إن شاء الله؟ أنا أصبح. تصبح يعني هذا حلمك تصير شيء. يصير شيء. إيه. اسمك أول شيء اسمك؟ أنا اسمي سالك. ها؟ سالك عبد الله. سالك عبد الله ما شاء الله. وأنت؟ ماحي ولد محمد مبارك؟ ما شاء الله. طيب ايش تريد ان تصبح لما تكبر ان شاء الله؟ انا اريد طبيب. طبيبا ما شاء الله. وانت؟ اريد اقرا. ها؟ نريد اقرا. تقرا؟ مدرس ما شاء الله. ما شاء الله. يلا يلا. السلام عليكم. نراكم بعدين. سلام. نعم. البلد حي كبير جدا واسع متعطي مجموعه جدا. نعم. ما شاء الله ما تصور لان احنا كنا ندخل عليه من جاوي وحده نتصور اصغر. نعم هو في حي كبير جدا. نعم مع ممكن ان نذهب الى نعم. كان وضعهم مثل وضع الحين.
محمد الملعب شنو اتفقنا عليه ذكرني. يعني هاي من المشاريع الحين اللي جديده اللي اتفقت وياي فيها ولا انت جديده ذي؟ انت قاعد تتكلم، انت قاعد تشتغل عليها. لا انا يتحدد عن المشاريع المتعلقه بها. ايوه اسمها ايش التعاونيه؟ اقول له دانجو جربا للعرب المتحدون. لكن المتحدون اقول لك اي لا انت الحين اعطني بالكلمه اللي تعطيني اياها اللي يعني ترسل لي اياها. نعم توقع كلمه متحدون سمعت. لا حسن يعني؟ نعم الرابط حسن. أيوة. حسن لكن هم ليس لديهم محل ثابت. نعم. لما يجتمعون في. نعم. كانوا يعملون عمشان. والتعاونية ليس بالضرورة يكون عندها محل ثابت يعني التعاونية. الثانية هي متبرعة. صلاة جزاهم الله خير. نعم. هذه مو بصوب نعم على العمل الخير إن شاء الله. أنت الحين ركز على التعاونيات أو الأشياء التي هي مدرة للدخل. يعني معانا ركز على الأشياء اللي بشرح لي. عشان يعني والمرتبطة بعملية شنو؟
القضاء على الفقر مثل التعليم اللي انت بديت فيه وكذا. نعم نحاول. بس يعني هذه الناس الحين عندهم فقراء، هذول عندهم بيوت وعندهم انا ما شفت ترى البحر تراونا اياه قريب نشوفه قريب لكن في طريق منه لما نجيك المره الجايه رونا خادمات قال نفس الحي اللي كنا فيه البحر في البحر زين نبي نشوف المنطقة ذيك يعني البحر غربها من المرة الجاية لما أجي لك جهز هذا أنت كان عندك سيارة قبل صح عندك سيارة ما زال لا نبي نذهب بس ما ننزل يعني ما قال لهم غير مستعدين كلهم يعني. لكن بس بيراوينا المكان صح تعاوني تابع لنا صح؟ صفوف للتعليم وكذا لا بنعيد يعني الخياطة قاعد أسجل أنا عشان أتذكر الدكتورة الخياطة الآن إحنا يعني فكرنا المشروع اشتغل تعيد تقول المشروع خلال هذه الماكينات عند هذه الماكينة التي وضعوا أيوة. عندهم أربع فتيات أيوة. الآن يكونوهم على الخياطة حتى إذا صارت عندهم خبرة نعم. يشتغلون عليه صح نعم لكن أخذنا جزء من المبلغ نعم وأصبح كل شهر يأخذوا مجموعة من التعاونيات كفرد حسن يعيدوا الأرباح توزع إلى ثلاثة نعم سيدتين نسبة ونسبة الثالثة للمشروع خلال مرحلة معينة كيف أرباح وقرض حسن ما فهمت أنا فهمني شو نحن مثلاً أخذنا مبلغ من المشروع أعطوا لي أحد المشاريع والآن يوزعوا على قضاء التعاونية كقرض حسن نعم قرض حسن ما في أرباح ما في شيء غير لا فائدة حرام عيد لي بالتكلم بعين بالحساني ولا ما فهمت؟ المشروع نحن نشتري يوميا خياط ممتاز نشتري خياط خياط ايوه نبيع المشروع ممتاز نبيع العائد لا اوكي ايوه ترى ما في شيء هاي عائد هو مش رجع قرض مالي وهو يستثمر في ماده في اي لا ما تنطبق عليه اذا لا تسمي قرض حسن عشان ما تخرب الطنطا بالعكس هاي انت يقول لك نستثمر فيه لكي نرجع بعائد عليهم. اي لا بس يعني لا لان القرض حسن قد الحين اللي يسمعك احنا جيد احنا بالعكس هاي نعتبره شيء جيد بس هاي انت ما قلت لي عليه انه صار في قروض لعائد يعني هاي بتذكره لي ان شاء الله. انت عشان شريت كم في اللي احنا
سنتين فقط اللي يعني هذا اللي قدرت تشتري. زين، هل تستطيع تدرب لنا ناس؟ احنا نبي ندرب هاي المنطقه اللي كنا فيها، عندنا الحين بدينا معاهم تعاونيه للخياطه، تستطيع تدربهم؟ عندكم عندك يعني مدرب جيد؟ لدينا مركز في زين يا موجود هنا ما بالمهدي مو ليس اليوم أربع فتيات فقط. زين. مركز حتى مركز نسو نحن سنزوره. مع حدث المدير بأن نريد هنالك تعاون بين المشروع الدولي والمركز لأجل تكوين أكثر عدد من الفتيات. الخياطة يعني نحن نفكر في المشروع إن شاء الله أن نفتح معنا مركز هنا في دالبيضة لتكوين البدايات والشباب على الخياطة والمعلومات. مالي أنا بس كل واحد يشوفه في موريتانيا بيسوي خياطة. زين هو من يشتري هاي؟ يعني أنت اليوم السوق مغرق بالخياطة، أي نوع من الخياطة؟ شنو الهدف من يعني هذيل الأخوات قالوا لنا اللي كنا عندهم إن هاي مال ملابس الأعراس هاي. كم الناس بتشتري؟ هل فعلا هاي العوائد أنت مع الكثرة؟ محمد يعني مدام ذكرت الشيء ليش ذكرت ان في ممكن تشتغل في مجال ما يسمى المخدات او شو اسمه المسادة التي تستعمل للاصابات او للعلاج الطبيعي. هذه مكلفة عبارة عن يحطون فيها مواد طبيعية توابل يعني مثل لفندر اللي هو الخزامة واضح؟ يعطيك سامبل يعني يشتلك سامبل أو يشتلك سامبل تطلع عليه هو عبارة عن وسادة لكن داخله في شيء هذا يضعونه في المايكرويف الناس نتكلم عن طبقة وسطى فما فوق يعني يستخدم هو مثلا إصابات الظهر والهاي يكون حار في ناس تحطه في الفريزر بعد بارد يعني هذا العائد ماله كبير جدا خلق وتراب اسمه اي نوع من التراب نحدد نوع التراب والتواب اول هذه البهارات زين اعتقد ان المحل بيبيع
نشوف الباقيين المسمكة وال... انت عندك 9 تعاونيات صح؟ يعني حسب ترسلني ما 9 كانوا احنا بدينا في 4 او 5 صح؟ كان البرنامج بدينا بأربعة يا محمد بس ثلاثة أوكي المال الذي اللي هي ما تلس اللحم صح؟ شوف احنا ما نطالبك بالنجاح دائما بالعكس لان احنا قاعد نجرب ولكن العالم ترى كله ينتظرك يا محمد محمد ابراهيم اي هذا بس لازم تراوينا عشان نساعدك يعني انت عندك خبيرين بجانب خبرتك ما شاء الله الميدانيه بجانب رئيس الملتقى للعمل الخيري ينقل التجربه حق الموريتاني كلها انت قلت له اعطيه مؤسس من المؤسسين جديد اتذكره بس يعني هو دخلوا شيء نعم يعني بدا يعني في عليهم طلب يعني في بعض الطلب نعم ويخدمون بس المنطقه ولا حتى خارج المنطقه هو يتعمل اساسا مجال الاصدقاء والمعارف حتى خارج المنطقه هنا في الزينه وغيرها هم حتى في امس نتحدث قالوا نعم هم لديهم تشويق للقاء مع دوك لان هذا حلمهم كلهم لديهم خبره زين التجميل ممتاز جزاك الله خير. لا هذه مشروع واضح ان شاء الله شو اسمه بنشوفه بنرجع له صح؟ انا قلنا لك بس غير الصوره الله يهديك الصوره شويه نفسخها على هذا شويه. ايه يلا. ما غيرته قلت بغيره ما سو ما طبعوه كان طبعوه ها؟ يلا. ايه. انت عليك تنصح. لا انت ما شاء الله عليك في يعني في التواصل السوشيال ميديا انت نشيط هذه كسلان يبي له شويه شغل اكثر كلهم ميسر لما خلق بس لا كل واحد يتعلم الثاني لازم نتعلم احنا بعد ترى ضعاف مقارنه فيك احنا ضعاف مقارنه فيك انت احنا بعد في صد الهم ويتابعني محمد جزاه الله خير سريع التفاعل يقول هذا كذا زين الملعب انت ما سويت دراسه الملعب اللي عشان نخلص منه اللي بدراسه يعني انا فكرتي انا اتمنى ما ادري يصير ولا لا وكم المبلغ يعتمد على المبلغ وطريقه الاداره اذا بتعطيني شيء تقنعني فيه وكل عائد يعني راح استثمر فيه
30 كسكس خارجة. هم يسوون الكسكس نفسه؟ ها؟ بعض هذا المشروع بس بكى يبيع تدريس ايش كيفو؟ بتكلم عربي عربي شنو؟ المشروع ايوه عندما اتفقنا على الفكره نعم الحين الارض هي لوين؟ لا وين الحين ما كنا الارض ليه هاي ليه صح؟ للعجب يعني الخلف لنا وهاي لنا صح؟ خلص خلص ولا ليه ما خلص؟ ممكن بتخلصي اليوم اللي جيلك إن شاء الله يكون خلص؟ السلام عليكم ما شاء الله اسمك اسمك يا بطل انت انت هنا ما شاء الله لا ما شاء الله جزاك الله خير هاي شنو هاي غير هاي شو تسمونه مش بس مكان شو تسمونه تحصين هذا يدرسون مدارس تروحون مدرسة ها وتعرفون القرآن شنو تحفظون من القرآن من يحفظ جزء عمة جزء عمة تحفظينه تعرفون كتابة رياضة رياضيات يلا ثلاثة زائد سبعة كم ثلاثة زائد سبعة إيه يلا آه. عشرة ما شاء الله منى هاي منى أنت؟ ما شفت منى من بعيد عرفت إنها ملهمة هاي منى خطيرة هذه منى هاي أنت بنت محمد؟ منى وايلة منى وايلة منى مني؟ وايلة منى منى مني؟ هاي جائزة يلا جزاك الله خير يلا يلا ان شاء الله انا راجع يوم الاثنين السلام عليكم والله ماجور يا محمد احنا ما عليش قاعد نسالك عشان نتعلم وبعدين احنا نشوف ان التعاونيات تجربه مهمه بس انا ابيك تفهمني اكثر عشان اقدر يعني انقلها وانقلها بامانه يوم الاثنين عندك يوم طويل يوم كله معك خلاص ان شاء الله نحن نفكر بالمساله يعني تفصيل تفصيل نبي لوحه جيب لنا لوحه احنا انا انا اشوفهم اتكلم معهم شوي 5 دقائق 10 دقائق بس انتوا ندرب شبابنا احنا شبابك انت ما شاء الله عندك طاقه شبابيه ممتازه انا لاحظت هذيل الشباب عندهم يلبسون ملابس رياضيه من اين ياتون بالفند من اين ادعمهم بال اي بس ما في ملعب ما في ملعب زين خلاص الملعب نستعجل ان شاء الله السلام عليكم شباب ما شاء الله يعني انت تاخذ من ابناء الحي يشتغلون معك في المشاريع كلهم ابناء الحي صح اللي عملوا التقييم واللي عملوا كذا صح في وصلوا الى الجامعه منهم محمد قلنا الشباب لازم يكون عندهم هاي شيء
هاي القريشيين ما شاء الله، هذا اللي ناجحين القريشيين. ليش ما حطينا العلامة بس ما لقتهم ولا هاي؟ بداخلك. المبنى يعني مش مؤجر، المبنى مالهم مال صاحبة المبنى. ما يحتاجون لمغسلة يعني. أيوة هذا قصدي التقليدية، هل في حاجة للمنطقة وهو يعني بس زين. ترى على فكرة أنت ما عطيتنا برنامج اليومين بالتفصيل عشان يضيفهم بالجدول، عشان نعرف شنو بيكون الجدول. اذا لنا اذا ما استقل بطريقه جيده حتى ترى مضغوط علينا يدخل ناس ثانيين يعني. لا يمكن يلا خلينا نقول زياده. اي لا يعني بتستفيد مني حتى اليوم شباب شباب اليوم اذا ما قلنا حق اليوم بقى. لا يمكن زين. ان شاء الله احنا جايين عشان هذه شنو حين ما شاء الله. زين هذيلا كلها الحين هالبنات الشابات مثلا متعلمات يعني تعلموا شويه. هذه تحمل طفل ما اعطيت هذه تخرجنا من الثانويه يعني يروحون الثانويه يعني مالت الحكومه. نعم مالت الحكومه لكن احنا خرجنا من الابتدائي من المدرسه بتاع الجامعيه. ايوه نعم ممتاز. هذا نفس هذا مشروع من الدقنين تدرسون رغبات المشروع. نعم قالوا عم يشتغل تعاونية، ولا أنتم من خبرتكم تعرفون هذه حالات تحتاج إلى أن تكون يعني مدعومة. كيف يجيبون المبالغ؟ هل تساعدونهم هم يجيبون المبالغ؟ يعني كيف استطاعوا ان يبنون؟ طبعا المساعده اتذكر هذا المسجد هو المحبره كانت محبره يعني صح؟ نعم فنان انا اشوف شلون؟
انسى لا انا بس الصوره بس مش الاسامي اشخاص ايه. اشخاص انسى انه التقى حتى ايه الواحد يتذكر اي لا وهذا الشيخ انا قابلته كان هذا مال المحضره ولا لا واحد ثاني هاي اللي سويته انت سويت تعاون مع جمعيه اللي عن المحتاجين نعم قد حي كان بحاجه اتذكر نعم هذا حي يكون الان اصبح بالحلبيات جمعيه وشركائها نعم لكن المشروع الاول ذهبنا اليه نعم كبير من المال نعم نحن نفكر بعيدا حتى النسوه من هذا المشروع لما قلنا ما هو ما تحتاج منها الاولويه ان نحتاج المال نعم هذا كذي طريق شخص هذه محفور يعني حفر أبا يعني يترس زين طيب احنا من راح يجيب لهم كل مره الماء الجمعيه انت ممكن تسوي نعم الجمعيه يعني لو سوينا هذه الجمعيه تجيب لنا نعم صح كم يكلف محمد تقريبا؟ يعني كم بالدولار؟ أو بالدينار؟ 700 دينار 700 دينار معناها مش بير يعني ليش 700 دينار كثير؟ مش كثير قصدي؟ ها؟ المحضرة هذه وين المحضرة هذه اللي في الخشب؟ المحضرة هي كان التعليم الحقيقي ولا انتم جمعيتكم اي اقوى يعني اللي عند الطلبه المحضره؟ تم جمعيه شفنا احنا شفنا التعليم الجميل يعني محضره نشوفها يعني بالجامعه كثير الحين هذه محمد أما ما يدفعون حق المحضرة مجاني يدفعون يعني إذا ما دام يدفعون هاي جيد حق مشروع من واحد مشاريع ممكن نأخذ طيب أنا بس تكلفة دينار ليش؟ 600,000 أغنية قديمة 60,000 يعني 600 دينار 700 دينار عندك دينار 6 والله الملعب مهم اشوفه واشوفه مثل ما قلت ناخذ الدرجات تحط له خطه انت يعني احنا نبي نتكلم على مثل ما قلت الان ما دام شفنا الشيء يعني اعطانا راحه نبي نشوف خطه حق الخطوات للمستقبل ونبني عليه ساحه مياه مخصصه ليش لا يعني الحكومه ما بتاخذها منك لو بنيها الساحات العموميه يعطونك عليه ورقه يعني نعم هذا هي كل ساحه عموميه مخصصه لاصل شيء نعم تترك مثلا في المساحه هاي ساحه مخطط هاي ساحه عموميه هاي مخطط ترى لا في مخطط البلد يعني كل مكان تراويني تقول لي في مخطط انا خلي مخطط احنا كان البلد بالخير لا دائما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني في شغل لكن يعني بعد مخطط لكن عشوائي بناء سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك ما شاء الله ما شاء الله عدا 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 ما شاء الله ما شاء الله انت زين الملعب بتحط له شوف شو ما شاء الله يركضون اقول له الملعب يعني بتحط له مدرب عندك تفكير باي شيء بعد كوتش يعني مدرب
حلو أو اشتراك ما يشتركون كأن. نعم كاشتراك. إيه. وما يستطيع أن يدفع لكن. إيه. لا أشوف ملابس و. يعني أكيد جابوا هاي الفلوس من تعب يعني مش. مثل ما قلت هو يكون متعدد الأغراض. يعني لعبة سلة مع لعبة كرة قدم صح؟ بس اي بس يعني حلو تطلع ممكن يطلع لك لاعب يعني بكره من ال يجيب من النجوم ان شاء الله على الحلبه دي مثلا اي بيتوا مع الهلال الحين ما شاء الله جمعيه محب الوطن بعد الاجتماع الاول طبعا الدار البيضاء او حي الدار البيضاء كان يقول لي كلها مكه في ناس تسالني هل هذه منظمه مكه نفسها اللي في مكه لا في منظمه مكه في السعوديه فقلت له احسن نسميها خلاص مكه